لكم في ذات الياش كتعودوا محركم فيديو جديد. اليوم غادي ندير واحد تحت انا والزوج ديالي كما كتشوفوا. ها هو ماشي صايب ها نتوما ما درناش في ديك الطبله حيت ديك الطبله فيها طقطعه. ها هو شرح لهم التحدي. التحدي ديالنا اليوم هو غادي نوصلوا هذا الكاس من هنايا اصلا تلي هنايا نجروه نحاولوا نجروه بهذا البابي طواليت ونحاولوا نوصلوه لاكثر جائزه عندنا اللي هي 200 درهم. الى وصلتي للدقيقه بعدا بغينا نديرو هذا ديال الخل تاعو هانتو مع الخل غادي نديرو في الطويصات. هادي هي الجائزه الاولى بركه اصلا ما كنتش الحمد ولا عندو مشكل وما كيشربش الحامض كاع خطرة واحدة ما نكتمليش بركة الحين فيك حيت البنت ما تيشرب الحامض. المهم صافي انا نجي نبدا انا الاولى. ها صافي البيضة علاش درتي هاديك تما؟ هاد الخل اللي هو والثاني والله الخل كثر من الدقيق ياك. خلي هو الاول الكوكا ريحة الخل انا الاولى يلا انا الاولى قد لي الكاميرا يا الله سير كيف نجرو ورا طويلة بدا نديرها عليا هكا لا البلاتي رجعي هاك رجعي عرفتي ندير هكا شوية ندير هكا باش يبان ندير هكا زيدي تلقي 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 ولكن هذا مقصرو شنو هذا؟ اما لا لا ما يمكنش تبدا تجرو من تما من هاد البلاصه لا 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 كرا لا ما يمكنش لا ينص لا من هنا لا تليق من هنا يلا قرب ليا كمان ها هي ايوا سير خويتي ولا قرب قرب الكاميرا جيب الكاميرا ماشي عاود يمشي اصلا ما عمرتيش مزيان ما عمرتيش مزيان لا 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 ما عمرتيش مزيان عمرتيش مزيان ما كانش عمرو ما انا عمرو ما مزيان حيت دابا سير عمرو عمرو ما مزيان ما رضاش ها هو الكاس دابا عمرناه حتى الخر ديالو وهو دابا عندها هنايا الخل الدقيق البيض الشيبس والفلوس عطي فين ما وصلات عادي تاخد داكشي اللي وصلات ليه يلا سيري يلا سيري الا الخل فوتي الخل سير الخل هي تقطع في الخل تقطع حدا الخل انتوما باش ما تقولوش هاد ظلمنا تقطع حدا الخل يا الله لا لا بصحتك هاك كله جماعة يلا برافو برافو يلا دابا نوبتي انايا غادي نشوف واش غادي نديرو عمرناه عمرو مزيان هاد المره
عرفتي راه حق الله الا بيت فيك الخلبيت في هاجي. لا لا غادي ندوز لك صح الله عاد. يلا بي ليا بسم الله توكلنا على الله. الله يدبيت فيه الخير حيت هو ما يجي يشرب صلحهم. سير 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 الخل 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 احيا واحد النقيطه سيري ليلى الخل بالله فوتي الخل نزيد الدقيق نزيد اسماء ماما 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 شفنا الخل البيضاء اش من فتي الخل؟ يسير يلا الله يتحبس لك هنا صافي خسرت الجديد اجي وين دقيق نشاركوا هذا غالية يلا بسم الله سير حبي مرمد مزيان نردو بلاصتو واحد الخطه يا الله يبين بغيتي تعاودي تجي في الخل بغيتي تشرب هذاك الخل ديالي لا 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 زعما ديالي شربتي ديالي لا شتي في الخل بغيتي تعاودي الا شتي في الخل بغيتي تعاودي الخل عاوتاني مرنا الماء مشى واحد الخل مشى واحد الدقيق ومشات 200 درهم باقي جوج بيضات وجوج تشيبسات المهم هادشي اللي باقي ودابا الروند الثانية لي الكلونة بد الكبير جاك واعر يلا بيلي وما تتبعش الخطة ديالي ما تتبعش الخطة ديالي سير شي بيضة مع داك البيض وندخلك الفرن كيكة واجدة ما مشات 200 بارك عليك تشيبس بارك عليك تشيبس فرحان تاني عمرنا الكاس الروند الثالث دابا جا الروند الثالث ياك المهم اذا جا فيا البيض ودرتو انت ما غاديش ديرو صافي واحد فينا واحد فينا يدير البيض صافي باش الاخر يربح باش الاخر يربح باش ولا مثلا هو جا فيه البيضه انا ما نديرش البيضه الاخرى واش فهمتي كيفاش؟ واش فهمتي؟ باش تحسن باش اللي جات فيه البيضة ما تجيش فيها ما تديرهاش انت خليها المهم باقي عمرها هاي المهم تفرقع هاي ردي غير بلاصتها هاي المهم اخرى صافي مزيانين تيرسات انا اصلا ما عنديش مشكل يجي فيها البيضة ما نزلوش نعم على سير نسيتي حدا البيضة يا جيك شتي حداها هاي شتي حداها انفاس اصلا انت والله تتعمر ليا ما بزاف لا لا تنعمرو قد قد تنبينو في الاول في الفيديو تنعمرو قد ماشي هذيك خاويه هذيك خاويه الاخرى اللي باقي لا 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 واصلا انا اللي بغيت نديرها لك اصلا انا اللي بغيت انا اللي بغيت هاك وبغيت نضرب لك على هاك صافي خليها يلا عزيزي صافي دابا انا تعفيت مو بيض تعفيت يا الله والطحين والجائزه الكبرى هي التشيبسات المهم هو راه عمرت ليه الماء
سير 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 انا ما جيش فيها غير خلو هاني انت اصلا درت شي سميتو درت الدقيق يعني تي عاودتي ماشي مشكل تعودوا عودوا تقطع لك في الخل لا ما بين الخل وما بين الدقيق صح اهمي الخل كثير اشربي دغما كبيتي تنحرشي تنحمش الخل راه هي جغمة صغيرة هي جغمة هي جغمة صافي صحتك وراحتك العدو العدو ديال الحوامض دابا الروند الرابع ديالي عمرنا الماء الروند الرابع ديالي كما شفتو طب الاخوات باقي غير الدقيق و الشيبس المهم عندي واحد الخطه عرفتي انا مزومي لك على هذيك البيضه علاش البيضه اللي فوق راسك صافي حدا الدقيق قبل كاع ما وصلتي للدقيق المهم ماشي شغلنا حنايا يتقطع ليك حتى نعرفو يتقطع تقدري تجري دابا ما تقدريش صافي لا لا ها هو عاوتاني ها هو تقطع ها هو فزك انا نديرو انت ما تجريش باش انت تتشفى فيا لا 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 يا خي انا غادي نديرو انا غادي نديرو انت تتشفى ياو انت انا درتو ليك ياو دوري بجيك لا تجي ولا تجي هاكاك صافي الروند الاخرى الا انت جبتيها راه غادي تديها ولا مثلا قطعتيها في النص ولا في الاول انا غادي نعاود ولا ربحت انا اللي غادي نديها دابا اللي ربحي الجوم اللي ربحي الجوم بجوج يا لا 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 وليدي غادي تخسر دابا نتايا صافي ربحت جنات صافي جنات كانت ناعسه هكا كاش كنا تنصورو ناعس من الحليب اه جنات صافي تتا بنتك ثانك يو وانا وانا ماما 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 اتاكلا اليوم شوف الله انت كاين الفرق وانا انا اللي قلت لك ديري هكا هكا تما قلتي لي شوف بحال التحديات قولوها ليا في لي كومونتير باش نبقاو نديرو ديما التحديات باي باي